السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه بزاف اللي كتسوني على الدوره فين ديرها الى هذا غير داك هنا مدينه فاس. هنا ان شاء الله هنا خلاص انا فين درت تقريبا نسبه كبيره نقول 90% من الدورات اللي درتها هنا في فاس. خلاص جونا من جميع البلدان العالم تقريبا الحمد لله من جميع القارات ولله الحمد. هنا غادي تكون باذن الله راكم عارفين الخدمه كما ديما يعني كنخدموا على ارض الواقع بحال هكذايا وتخدم مع داك الايفون سامسونج اي حاجه كتجي كنهضروا عليها كيفاش التخصص ديالها كيفاش الاعطال ديالها كيفاش نعرفوا فين كاين المشكل. مهم امور كنحاول انني ما نهضرش بزاف كنحاولوا اننا نطبقوا هذا الشيء على ارض الواقع. وان شاء الله غادي تشوفوا ديال كازا انا غادي نصور عاوتاني وغادي يكون فيديو واحد ان شاء الله المهم راه سبقنا الاحداث غادي نكملوا. بالنسبه للناس اللي قراب الدار البيضاء هنا هذا في المركز الثاني في درب غلف هنا غادي نقراو عاوتاني المده ديالها كما هي وانت الوقت اللي كتختارو انت يعني ماشي كندير اعلان لا انت كتختار الوقت كتحجز المقعد ديالك خلاص تواصل معايا كنعطيك جميع المعلومات اللي انت غادي تحتاجها وكنخدموا على ارض الواقع كنطبقوا لها المشاكل كلها كتطبق وكنحاولوا نصلحوها كيفاش تتبعوا الاعطال بالشيما الى غير ذلك. المهم ما نكثرش الهضره كما كنقول لكم دائما هنا المكان ان شاء الله الدوره الثانيه. الدوره الاولى هي الدوره الاولى والثانيه يعني سواء الناس ديال فاس او الناس ديال كازا. كاين الناس اللي تواصلت معايا من مدينه مكناس الى غير ذلك فاعطيناهم انهم يجيو لفاس والناس اللي قرابين من هنا من مدينه كازا او في كازا يجيو لدرب غلف ان شاء الله. السلام عليكم.